صباح الخير صف الثاني اي. صباح الخير. شلونكم؟ زينين ومرتاحين. دائما ان شاء الله زينين. ماما اليوم عندنا درس جديد اللي هو اسمه هيا نزرع. شنو؟ هيا نزرع. قبل لا ناخذ الدرس نتذكر الدرس الماضي اللي هو هوايات، التعبير الكتابي اللي أخذناه قبل هذا الدرس اللي هو اسمه هوايات، وتعرفنا على الكثير من الهوايات، وقلنا الهواية هي عبارة عن نشاط يمارس في وقت الفراغ. في وقت الفراغ يعني من يصير عندنا فراغ مثلا بالعطل بالأعياد نمارس هاي الهواية حتى نستمتع، ويعني حتى نطور مهاراتنا، تمام؟ والهواية هي فطرة من رب العالمين. مثلا واحد يحب مثلا الرسم، القراءة، الكتابة، المطالعة، ممارسة الرياضة، الخياطة، التطريز، تمام، الحياكة، هاي كلها شنينة، هاي كلها هوايات اسمها هوايات، تمام؟ يعني الإنسان يحبها، يحب من يصير عنده وقت فراغ يعمل بيها، يرسم، يروح يلعب رياضة، يقرأ، يكتب، يطالع، يخيط، هاي هي الهوايات. اليوم عندنا موضوع هيا نزرع. ماما انتبه علي. هيا نزرع قصتها شنو؟ هم ثلاث أولاد اللي هم سلمان وأحمد وروان، تمام؟ هم منهم جيران، واحد بصف الله. روان طلبت من أحمد أن يساعدها بيش؟ بزراعة الحديقة. زراعة الحديقة. وراح نبدأ بالدرس هيا نزرع. ماما انتبه وياي. رأى سلمان جاره أحمد يحمل معولا ومجرفة، فسأله نقطة قول: ماذا تفعل بهذه الأدوات يا صديقي؟ علامة استفهام. قال أحمد: طلبت إلي روان بنت جارنا أن أساعدها على زراعة الحديقة. قال سلمان: أنا أساعدكما، ماذا تزرعاها؟ علامة استفهام. قالت روان: أشكر لك يا سلمان تعاونك. قال سلمان نقطة قول: وماذا تزرعان؟ علامة استفهام. قالت روان: نزرعها جزرا وبصلا. جزرا وبصلا. قال أحمد: ونزرعها رشادا وريحانا وكرفسا. رشادا وريحانا وكرفسا. قال سلمان: ونزرعها فلفلا وخيارا. فلفلا وخيارا، هذا الفلفل وهذا الخيار. حرث الأصدقاء الأرض وزرعوا البذور وسقوها. ماما مثل ما قلنا لكم القصة هي عبارة عن ثلاثة أولاد طلبت من عندهم روان بجارهم أن يساعدوها بيش؟ بزراعة الحديقة مال البيت. شو استخدموا ماما؟ استخدموا بالزراعة اللي هو المجرفة. المجرفة شوفوا هاي صورة المجرفة. المجرفة هي شنو؟ هي عبارة عن آلة تحفر التراب. آلة تحفر التراب، تمام؟ هاي المجرفة. واستخدموا أيضا المعول. المعول. المعول هو أيضا عبارة، هذا ماما بالصورة شوفوه، عبارة عن أداة تحفر الأرض الصلبة. الأرض الصلبة، تمام؟ من بعد ما حفروا الأرض وزرعوا، شوف وزرعوها بالبذور اللي هي زرعوا أول شيء، زرعوا البصل والجزر والريحان والكرفس والرشاد أيضا والفلفل والخيار. هذه ماما عبارة عن مجموعة من الخضروات، مجموعة من الخضروات. شنو نستفاد من عدها؟ كل احنا نعرف الخضروات تقوينا وتعطينا الفيتامين، تمام؟ واستخدموا قلت لكم هي المجرفة والمعول.
ماما من بعد ما زرعوا سقوها بالماء، شوفوا هاي شنو هاي شو نسميها؟ ابريق السقي، ابريق السقي. من بعد ما زرعوا البذور سقوها، تمام؟ زين اليوم شفتهمنا من درسنا الحكمة من الدرس شنو؟ مثل ما تعرفون وقلنا لكم كل موضوع ناخذه في حكمة، في حكمة، وحكمة اليوم اللي هي من جد وجد ومن زرع حصد، من جد وجد ومن زرع حصد. يعني شنو معناها ماما؟ يعني اللي يتعب واللي يسهر واللي يريد حاجة واللي عنده هدف لازم يصبر، يصبر يلا ينال الحاجة اللي يريدها، مو قبل يعني ردنا هذا الشيء ولازم ثاني يوم يجينا، لا. الزراعة تعلمنا أن نصبر، نصبر عشان مو زرعناها قبل قبل تطلع شجرة، لا ما تطلع قبل، لازم نتعب عليها، نحط لها أسمدة، نسقيها يومية، تمام؟ حتى تكبر وتصير ثمار ونقوم ناكل شنو؟ الجزر والبصل والرشاد والفلفل والريحان والخيار، تمام ماما؟ وهاي كلها فيها فوائد للإنسان. والزراعة مثل ما قلت لكم اليوم علمتنا أن نصبر، أن نصبر يلا ننال الحاجة اللي نريدها، مو قبل يعني نريد حاجة وناخذها، لا ماما. وعلمتنا أيضا المساعدة والتعاون، تمام؟ مثل ما روان خطية عندها حديقة ورادت تزرعها، منو ساعدها؟ عفية أحمد وسلمان ساعدوها، تمام ماما؟ والمساعدة حلوة حتى تصير بنات لطيفة ومحبة، تمام؟ عافية، ممتاز، عافية. عندنا عدة معاني نوضحها بالموضوع اللي هي مثلا كلمة معولا. شنو معنى كلمة معولا؟ مثل ما قلت لكم المعول هذا، شوفوا هذا هو شنو؟ أداة لحفر الأرض، أداة لحفر الأرض. زين الكلمة الثانية مثلا عندنا مجرفة. شنو يعني مجرفة؟ هي آلة على شكل ملعقة حادة يجرف بها الطين، هي هاي شوفوها ماما، شوفوها على شكل ملعقة تحفر بها التربة. زين شنو معنى كلمة سقوها؟ سقوها يعني شنو؟ رشوها بالمي أو أعطوها الماء، تمام؟ حتى شنو؟ تنمو وتكبر. زين شنو معنى كلمة حرثة؟ حرثة يعني شنو؟ شقها بالمحراث فزرعها، يعني شنو؟ قلب التربة بهذه، هي مو كانت التربة صلبة، حفرناها حفرناها يعني قلب التراب، وبعدين خلينا البذور وزرعناها. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم يا صديقي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقي سلمان. ماذا تفعل بهذه الأدوات يا صديقي أحمد؟ طلبت إلي روان بنت جارنا أن أساعدها على زراعة تعاونك. ماذا نزرعها؟ نزرعها جزرا وبصلا ورشادا وريحانا وكرفسا وخيارا. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور بروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع.
المجتمع فينا فخور أحلى شعور.